السلام عليكم شباب. اليوم جبت لكم شرح بسيط. السلام عليكم شباب. اليوم جبت لكم شرح بسيط بخصوص كيف تقومون بتحويل او تغيير الريجنات. يعني شلون مثلا عندك لعبة امريكية حصلت لها مود او اي شيء او تحديث موجود عندك، انت مثل ما تشوفون البرنامج هذا اذا كانت ناقصة اللعبة LCDات تجيب اللعبة سحبوا فلات تخلي في هالبرنامج حتى يعطيك LCDات. هسه انتم تحتاجون الى ثلاث برامج، ال LC وال PS3 ديسك والسافو البرنامج اللي هو هذا بريم SFO. مثل ما تشوفون تفتح برنامج ال HEXD تخلي الملف ال LSE اللي هو ملف الدات مثل ما تشوفون هنا. راح شو تسوي هنا؟ هنا تجيب الريجن اللعبة الأصلي. مثلا أنت عندك لعبة أوروبية، المن جاي تحولها؟ تحولها إلى أمريكية، أو عندك لعبة أمريكية تحولها إلى أوروبية والعكس وكذلك. المهم مثل ما تشوفون هاي اللعبة عندي أوروبية، تقرأ BLES مثل ما تشوفون. أنا هي عندي أمريكية جاي أحولها المن إلى أوروبية، لأن سويت مود للأوروبية وأنا لعبت أمريكية، فما أروح أسحب لعبة والإنترنت وتظل 10 أيام. أحول لها مثل ما تشوفون كتبت الرمز فقط، طلع خطأ لازم تخليه على وحدة هاي تيكست. مثل ما تشوفون طلعت اللعبة مثل ما تشوف BLUS نهايتها 30/1/13 نسخة أمريكية. هذا الملف ما لعبتي. هسه مثل ما تشوفون خليت الأيدانة BLES نهاية 98 حولتها من أمريكي إلى أوروبا الريجن تنطي حفظ. هاي الخطوة الأولى. مثل ما تشوفون راح أكتب الريجن الأمريكي مرة أخرى، شي يقول لي خطأ دونت فونت. راح أكتب الريجن الأوروبي اللي حولته أنا، نمسح الهاي نخلي إي إس، نطي أوكي. مثل ما تشوفون ظهر الأي دي مالي اللي غيرته من أمريكي إلى أوروبا. هاي الخطوة الأولى. نجي للخطوة اللي بعدها بي إس ديسك. شلون تغير الاي دي نفس حاله؟ تدخل على هالبرنامج بي اس 3 ديسك، تقدر تكتبه بالجوجل يطلع لك. هنا ايش نختار؟ نختار الملف مال اللعبه الامريكيه مالتي الاصل. هذا انا خليته مثل ما تشوفون طلع، شوف نهايتها بي اي نسخه امريكيه بي ال يو اس 30/1/13. انا راح اغير اغيرها لاوروبي بيست حافظ انا انطيته. ها ننطي حفظ سيف. هسه مثل ما تشوفوا راح ندخل عليه مرت الاخ حتى نشوف حفظ الاي دي او بي خطا. مثل ما تشوفون حفظه الى اوروبي. هاي الخطوه شنو؟ الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه لبرنامج السافو هاي بريم اس اوف او. ندخل على البرنامج اللي هو الخاص بهم، هذا تقدر تحمله من الجوجل موجود. ندخل على الملف الاصلي هذا مالي مال اللعبه مثل ما تشوفون نسخه امريكيه بي ال يو اس 30/11/3. راح لما نغيره الى الاوروبي اللي انا حصلت لها التحديثات. نعم نعطي سيف حفظ بالاخير، نعطي سيف، نعطي يس. هسه مثل ما تشوفون حفظ عندنا، راح ندخل عليه من جديد نشوف حفظ حتى نتاكد للتاكد يعني. هسه ندخل على برنامج سوفو مثل ما تشوفون 98 بي ال اس نسخه اوروبيه. هسه لان الملفات تخليهن فولدر وتخليهن داخل فلاش يو اس بي مفرمة 32 وتروح تنتقل الى اللعبة فقط، مجرد كوبي بس راح تصير لعبة عندك من امريكية الى اوروبية او من اوروبية الى امريكية. تتبع هذا الفيديو شرح بسيط. هسه راح شو نسوي؟ ناخذ كوبي الى الفلاش يو اس بي هاي بس. هسه راح ننتقل للبي اس 3، انتقل للجهاز بي اس 3 وقت البرنامج. مثل ما تشوفون انتقلنا للبلاي ستيشن 3 مثل ما تشوفون. هاي نخرج من عندها معلقين، هاي هم نخرج من عندها. هسه راح ندخل من تدخل على البي اس روت تختار اليو اس بي مثل ما تشوفون 1/1 اللي برنامج الفولدر اللي سويناه هذا هني اللي ثلاث برامج اللي غيرنا بهن الاي دي. ننطلق اول كوبي
تدخل على الديب اتش دي اتش دي. بس خلنا هاي شوي اللائحة حتى تكون واضحة امامكم. تدخل على الديب اتش دي اتش دي، بعضها على الجيمز، تختار اللعبة هاي لاست بلانت الجزء الاول، تدخل على الجيم وبعدها على اليوزر، على اليوزر طيب ايش مثل ما تشوفون طيب بس. تجي بعدها برنامج البي اس 3 ديسك، هذا ما تشوفونه مال اللعبه الاصلي.